الجامعة في هذه الجامعة الناجحة جدا. وأيضا بغي نشكرهم لأنهم في كل مرة يذكرونا بفضيلة الحوار وبالنقاش السياسي، وبأنه السياسة باش تكون سياسة حقيقية محتاجين الأحزاب حقيقية ومحتاجين المنظمات موازية حقيقية لكي نناقش قضايا تهم بلادنا. بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة حفظه الله، وبفضل كل المبادرات والإصلاحات السياسية والاقتصادية اللي قادها جلالة الملك منذ حوالي 20 سنة، وبفضل توجيهاته السامية في العديد من القطاعات الاجتماعية والسياسية، والتي كانت توجيهات صائبة وحكيمة أثبتت نجاعتها في زمن الأزمات. تحيتها عالية للصمود الحكومي أمام التحديات الاقتصادية بفعل تداعيات الجائحة في وجه الأزمات والتقلبات التي تسببت فيها مجموعة من العوامل الخارجية، وكذا أزمة الجفاف التي عرفتها بلادنا مما أثر على القدرة الشرائية لمواطنينا وساهم في ارتفاع الأسعار على غرار باقي دول العالم. هذه محطة اليوم ديال المحطة الرابعة ديال جامعة الشباب الأحرار اللي دارت في أكادير، فهي الحمد لله محطة استثنائية، محطة ناجحة الحمد لله بجميع المقاييس، وكانت كذلك فرصة باش يتم التقاء القيادة الحزبية وعلى رأسهم السيد رئيس الحزب السي عايزة خنوش مع مختلف الشباب والشابات ديال الحزب والمواطنات والمواطنين، باش كذلك يعطيو يعني في نوصل البرنامج الحكومي واش دارت الحكومة في تلت هذه المدة السنة الأولى ديال الولاية ديالها. والحمد لله السيد الرئيس فهو وضح واكد بانه تحققت واحد المجموعه ديال البرامج، واحد المجموعه ديال المشاريع لفائده المواطنات والمواطنين على المستوى الوطني، وكذلك ان الالتزامات كلها اللي درتهم الحزب في خلال الحمله الانتخابيه تم على انه سيتم التحقيق ديالها ان شاء الله الرحمن الرحيم في السنوات المقبله، وتضعت لها البرامج ديالها. هذه كلها مبشرات اللي كتبين بانه الحزب ان شاء الله الحمد لله غادي في المسار الصحيح، بانه الحزب عنده واحد المجموعه ديال الكفاءات والوزراء الحمد لله اللي اخذوا العاتق ديالهم مسؤوليه التسيير الحكومي، وبانه مجموعه ديال الاوراش تفتحات، وانه الحمد لله الاوراش اللي هي مهمه على المستوى الوطني فيما يتعلق بالصحه والتعليم والتشغيل، وكذلك ورش مهم كبير اللي هو تشجيع الاستثمار غادي في الاطار، وبانه كل هاد يعني النتائج ديال هاد الاوراش غتبان ان شاء الله الرحمن الرحيم على المستوى القريب ليا، مهمه جدا لفائده المواطن والمواطنات.